معنا من لندن لمناقشة هذا المشهد باباك إماميان، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية. أهلا بك معنا سيد باباك. رسالة ابنة شقيقة خامنئي التي أدت إلى اعتقالها بطبيعة الحال، ماذا تعني؟ وهل هذا الأمر كان متوقعا أن يبدأ ضمن عائلة خامنئي بهذه الطريقة؟ بداية أود أن أهنئها على شجاعتها، وهي جزء من الحركة النساء الإيرانيات الشجعان. هن لبؤات، هن تقمن بتعليم الكثير من الإيرانيين مثل الشجاعة وكذلك إنكار الذات. إذن كل التهاني للنساء الإيرانيات اللائي يكافحن ضد هذا النظام الوحشي. بالعودة إلى سؤالك، دعيني أركز على الجانب الاقتصادي. كما تعلمين هناك إضراب لسائقي الشاحنات، وبالأمس كان هناك إضراب لعمال قطاع الحديد، ثم كان قبل ذلك إضراب لعمال مصانع صناعة السيارات. هناك إضرابات في جميع أنحاء إيران، وحتى لا يلاقوا ردة فعل أو غضب النظام، فهم يقولون أن إضرابهم هو للاعتبارات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار. إذن هناك إضرابات، وقريبا سوف تنتشر في كافة ربوع إيران. وعلاوة على ذلك هناك ثلاثة إخفاقات للنظام، وأنا متأكد بأن ابنة أخت خامنئي سوف تسعد بما سأقوله، أي حيث أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان النظام الإيراني وقرر إنشاء آلية تحقيق في الانتهاكات. ثانيا، النظام كان يأمل أن يحصل على الكثير من الإيرادات من تصدير الغاز إلى الصين وباكستان، والصين وقعت للتو اتفاقا لشراء الغاز لمدة 27 عاما، وقد خسرت إيران هذا السوق. كما أن الباكستانيين قالوا الأسبوع الماضي أنهم لن يشتروا أي غاز من إيران، وعدلوا عما قرروه من قبل. وقد أنفقت إيران 7 مليارات دولار لمد خط أنابيب غاز إلى باكستان، وهذا المشروع الآن لن يدر أي أرباح على النظام. طيب، هذا ماذا سيعني بالنسبة للشعب سيد باباك؟ لأنه بكل فترات الضغوط الاقتصادية القصوى التي كانت تفرض على النظام، لم نكن نرى أن النظام يعاني تماما كما يعاني الشعب، كانت التداعيات الأكبر تأتي على الشعب. هذا مؤشر إلى ماذا بالمرحلة القادمة اقتصاديا بالنسبة للناس؟ أنت تشيرين إلى مسألة بالغة الأهمية. أنت تقولين إن النظام لديه الأموال والشعب محروم منها. حتى الآن النظام لا يرغب في إنفاق هذه الأموال على الشعب، وبالتالي هو يحتفظ بكل الأموال لنفسه، ولكن ليس لديه الأموال لإنفاقها على الشعب، وبالتالي هذه المظاهرات سوف يتسع نطاقها. وهناك الكثير من الأمور المرتبطة بذلك، وفي نهاية المطاف سوف ينهار الاقتصاد. البعض يقولون إن النظام سوف ينهار بحلول شهر يناير من عام 2023، آخرون يقولون كلا، هذا سيحدث في شهر مارس من نفس العام. لكن التوجه هو أن يكون هناك انهيار تام للاقتصاد ما لم يحدث تغيير في النظام، وبالتالي لا أرى أي حل للمشكلات الاقتصادية في إيران. بس حضرتك تتحدث عن أمد قريب جدا، سواء شهر يناير أو حتى شهر مارس بالعام المقبل، نتحدث عن 3 أشهر كحد أقصى. إلى هذه الدرجة وصل الاقتصاد الإيراني الذي صمد لثلاثة عقود وأكثر تحت العقوبات؟ I accept
أتفق معك أنك قد تشككين فيما أقول، ولكن أود أن أعيدك إلى خطاب خامنئي الذي ألقاه اليوم أو بالأمس، فهو كرر كل شيء، كل ما قاله كان مكررا. قال إن النظام هو أفضل الأنظمة في العالم، وأن الازدهار منتشر في إيران وليس ثمة أي مشكلات، وأن القوى الأجنبية هي التي تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. هذا لم يكن جديدا، لم يكن هناك في الخطاب أي معلومة جديدة، ولذلك فإن النظام ليس لديه أي حل لهذه المظاهرات والإضرابات. والأهم من ذلك هم يقولون للشعب لا تتظاهرون، لا تضربون. يقول الشعب نحن نشعر بالجوع وليس هناك حل لدى النظام. إذن أقول لك هذه المرة الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن باباك إماميان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية.